الشعب اليمني لن يقبل بالتجربة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن. الكلام هنا للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، ورسالته هي لسفراء ألمانيا ومالطا واليونان. هادي أكد كذلك أن الشعب سينتصر لإرادته في وطن عادل ومستقر. المبعوث الأممي لليمن هانس غرودنبرغ كان حذر من أن هجوم الميليشيات على مأرب تسبب في تداعيات متتالية على جميع أنحاء اليمن، وشدد على أن الحل المستدام للأزمة لن يكون عسكرياً أبداً. لكن في انتظار تحرك دولي أكثر جدية تتعامل الشرعية والتحالف عسكرياً مع الوضع التصعيدي الذي فرضه الحوثي على الأرض، ويجول وزراؤه الشرعية على جبهات مأرب برسالة أخرى. فنرى حفر في مأرب، مأرب قلعة السمود، والذي تسجل تاريخ لليمن وللأمة العربية، تاريخ الذي هزمت العهودي والذي كانت بداية أوقفت تقدمه في 2015 وأهلكته وأهلكت قواته، وهي الآن تكرر نفس المشهد.